تقديم بطلة سباق ثانيه الى 100 متر في المباراه الثانيه كما الفرنسيس من نيجيريا في المباراه الثالثه نجوي اكامالي ناتاشا ممثله الكونغو في المباراه الاربعه النيجيريا جوي اودو غابرييل في المباراة الخامسة لوي ماري جوزي دومينيك تالو البطلة الإيفوارية حاملة الميدالية الذهبية في آخر نسخة للألعاب الإفريقية في المباراة رقم 6 الغامبية الواعدة المتألقة المرشحة القوية أيضا للفوز جينا باس ممثلة غامبيا في المباراة رقم 7 ممثلة جمهورية مصر العربية بسنت حميدة في الممر رقم 8 الكينيا ماكس ميلا إيمالي وفي الممر رقم 9 ممثل الجنوب إفريقيا تيبوغو ماماتو لحظات وينطلق سباق نهائي للمئة متر سيدات للتعرف على أسرع بطلة إفريقية تركيز كبير قبل انطلاق هذا السباق التركيز على الممر رقم 5 وماري جوزي تالو دومينيك البطلة الإيفوارية والغامبية الواعدة جينا باس جينا باس من غامبيا الممرين رقم 5 و 6 ينطلق سباق نهائي ل 100 متر تنافس كبير بين مجموعة من البطلات جينا باس جينا باس وتالو جينا باس وتالو جينا باس الكوت ديفوار وغامبيا من ستفوز بالميدالية الذهبية الإيفوارية في المركز الأول مطبوعة بالبطلة الغامبية جينا باس هنيئا لوغونيزي ماري جوزي دومينيك تفوز بالميدالية الذهبية تركة الميدالية الفضية لجينا باس من غامبيا حق التوقيت 11:07 جينا باس مركز ثاني 11:13 فيما المصرية بسنت حميدة تتمكن من الفوز بالميدالية البرونزية المركز الثالث في هذا السباق المركز الثالث لممثلة جمهورية مصر العربية بسنت حميدة تفوز بالميدالية البرونزية الذهبية للكوت ديفوار الفضة لغامبيا والميدالية البرونزية عادت لجمهورية مصر العربية اللي في مسافة 100 متر جمهورية مصر العربية التي تشتغل بشكل كبير في المسافات والسباقات التقنية والمسافات القصيرة وما فوز البطلة بسنت بالميدالية البرونزية إلا تأكيد على عمل كبير تقوم بألعاب القوى المصرية بسنت لم تصدق نفسها وهي تفوز بالميدالية البرونزية الذهب عاد للكوت ديفوار والفضة لغامبيا تعرفنا على بطلات المئة متر حققت أفضل توقيت لهذه السنة